100 متر تحت الأرض في منجم الذهب في باغاسي بغرب بوركينا فاسو. إنه أحد مناجم الذهب الثمانية في البلاد. هذا المنجم يستغل من قبل المجموعة الكندية روكس جولد. الهدف هو إخراج 3 أطنان من الذهب سنوياً لمدة 10 سنوات. في السنوات الأخيرة الذهب أصبح أول مادة للتصدير في البلاد. هذا القطاع يجب أن يكون قادراً على المنافسة. التعدين يجب أن يكون جذاباً، ويجب أيضاً دعم البنية التحتية كالكهرباء والمياه والطرق. البنية التحتية بشكل عام وبيئة الأعمال يجب أن تكون مواتية، وهذا ما تقوم به حكومتي. بالإضافة إلى الذهب توجد موارد أخرى مثل المنغنيز والزنك والفوسفات. هناك الكثير من الفرص الاستثمارية في هذا القطاع، والعديد من الوظائف متوفرة حالياً. في بوركينا فاسو جزء كبير من السكان يعمل بشكل غير رسمي. الآن يمكن لقطاع التعدين أن يوفر أعمالاً أكثر استقراراً، لكن يجب تدريب العاملين في هذا القطاع. هذا الرجل أدرك الأمر بسرعة. بعد أن درس في الولايات المتحدة عاد إلى بوركينا وافتتح معهداً متخصصاً في العاصمة. هنا يتم تدريب العمال والفنيين والمهندسين. لغاية الآن الذين يحصلون على الوظائف المؤهلة هم من المغتربين، وهذا لعدم وجود الخبرة المحلية. يجب تدريب المؤهلين لكي يتمكنوا من الحصول على وظائف في قطاع التعدين. الحكومة منشغلة أيضاً بضمان توزيع أفضل للإيرادات على أكبر عدد ممكن. الفلسفة هي أن نقول لأن المناجم هي القطاع الواعد للاقتصاد في بوركينا فاسو، على الناس أن يشعروا بالقيمة المضافة لقطاع التعدين أيضاً. لهذا نريد أن نعمل لمصلحة العاملين في قطاع التعدين والسكان المحليين أيضاً. في القرى المحيطة بالمنجم يشهد الاقتصاد المحلي ازدهاراً ملحوظاً منذ وصول شركة التعدين العملاقة. يعمل الشباب كحراس وسائقين، وينتج المزارعون الفواكه والخضروات. هذه السيدة تنتج وجبات جاهزة. كنت أبيع في القرية لكن ليس كثيراً، الآن أبيع الكثير. هل اقتنيت قليلاً أم كثيراً؟ قليلاً. ترى أن قليل أو كثير، بوركينا فاسو تأمل الازدهار من خلال خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي وضعتها الحكومة. الهدف هو تحقيق 8% من النمو سنوياً لغاية العام 2020.